أنا اليوم هون عم ركب طرف جديد مشان أقدر أمشي عليه، مشان يعني كل شيء. هناك 1.5 مليون مصاب إصابة إعاقة دائمة، من ضمن 3 ملايين مصاب. نحن سافرنا 2 مرات على تركيا، والمرتين ما استفادينا منهم. عمري 23 سنة، صار لي 7 سنين مبتورة رجلي. اجري مبترت بقذيفة اجت عنا قدام البيت. القذيفة ضربت، فكر ما ضل في شيء. طلعت على البرندة وانه لسه في شظايا، شظت اجري، ضرب العظم واثر الى بترة. اول انا ضربتني الطيارة، اجري انقطعت، واخوي مات واصبعتي كمان وشفتي، وباركين بالمخيم. صار لنا 5 سنين 6 سنين يعني. وايش اسمه هاد، في عندي الطفلة هاي توفى والدها بقصف طيران، وبعد فترة 2 شهر من وفاة أبوها قصفونا على البيت، انقطعت إجر هاي الطفلة، انبترت إجرها، وأمها استشهدت بالقصف، وظلت هي وأختها أكبر منها بسنة الوحيدين اللي ظلوا من البيت. أنا اليوم هون عم ركب طرف جديد مشان أقدر أمشي عليه، مشان يعني كل شيء. الطرف فيه صعوبات بيصير لما بصير فاضي، لما مثلاً تشتغلي بتمشي بالمشي بيفتل معك، على المشوار البعيد ما بتقدري تمشي كتير، بتهلكي لأنه الطرف تقيل، بس يضل أحسن لك عزات بكتير. عندي مشاكل بالقدم، عن ليش؟ لأنه كبير بتحمي، بدي يجوا إنه يعيشوني كنادر. لا أجري، في مشكلة كبيرة يعني إنه بدي يكون على نمرة أجري الإيمانية. طلبونا على تركيا على أساس إنه هالطفلة من تطلع من البيت لا ترجع على البيت، المصروفة وتركيب طرف بقيمة عالية من الدولارات، وأخذتها ستها وراحت على مرسين. سبحان الله، الطرف كانوا يحكوننا عنه أنه القيمة من حوالي 20,000 دولار تكاليفه يعني. ضلوا 52 يوم مرسين. يوم اللي رجعنا بطرف يمكن بجوز حقه للبيع والشراء 1000 ليرة سوري. كان سيء جدا. بالنسبة لآلية تغيير الطرف يتعلق بالفئة العمرية، ففئة الأطفال العمر الافتراضي لتغيير الطرف السكت بين هلالين 6 أشهر إلى سنة. أما عند كبار السن بعد مرور 18 سنة فهذه الفترة هي فترة لا تعتبر فترة نمو، فبالتالي قد يستمر أمر السكت 4 أو 5 سنوات أو أكثر من ذلك. عموما المراكز المجانية تقوم بتقديم الأطراف الصناعية من النمط التركي. أما عن المراكز الخاصة فهناك عدة أنواع تتعلق بالجودة وبلد المنشأ. هناك الأطراف الألمانية تأتي بالدرجة الأولى، تصب على 90% من المرضى بسبب غلاء السعر، وغلاء السعر يرتبط بفاعلية الطرف الصناعي. أما الآن فغالبية المراكز المجانية تتجه إلى صناعة الأطراف التركية بسبب فاعليتها ومواتاتها من حيث الأسعار والفترة الزمنية للصناعة.
بالنسبة لموضوع الأطراف، اعتمادنا الأساسي على التبرعات من الخارج، وعن طريق رابط سنطلقه قريبا من أجل هذا الموضوع. طبعا مع بداية 2020 قدمنا 6 أطراف من عن طريق بوليش ميديكال ميشن الهولندية، والآن لدينا 4 أطراف لأطفال ونساء من متبرعين من الخارج. الحملة العسكرية الأخيرة يعني أدت لتسكير عدة مراكز، إن كان في ريف إدلب الجنوبي أو ريف حماة. وبالنسبة للدعم الأطراف بشكل عام، فهو العدد يعني العدد ضخم، فحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة، أن هناك 1.5 مليون مصاب إصابة إعاقة دائمة، من ضمن 3 ملايين مصاب، من ضمنهم 86,000 إصابة أدت لفقد الأطراف. فالعدد ضخم يعني، قد ما كان في دعم فغير كافي.